السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بي معكم ومرحبا بكم عندي، مرحبا بالناس الجداد في لاشين ديالي. انا رجعت معكم في فيديو جديد. دابا ندير معكم واحد تحلية بسيطة وسهلة بأوريو. مكونات ديالها كتكون عندنا بعض المرات، كيكون عندنا مكون منهم ولا المهم، يعني تحلية سهلة ماشي صعيبة، والمذاق ديالها رائع، جد رائع. نبداو على بركة الله بالمقادير. كما كتشوفوا معايا هنايا عندي سطر ديال الحليب، وعندي باكي ديال اوريو. كما قلت لكم لجوج الناس يعني مقادير بسيط. عندي واحد الباكي ديال اوريو، انا اختاريت هاد اوريو اللي فيه الكريمة ديال الشكلاط، هادي ماشي البيضة. عندي واحد الكونتيتي على حساب الذوق ديال الشوكولات، من الافضل شوكولا نوار اللي كتكون فيه نسبة الكاكاو شوية طالعة. المهم شوكولات المر ماشي حلو. عندي معلقة كبيرة ديال النشا مايزينا، عندي معلقة كبيرة ما عمرهاش ديال السكر. المهم السكر كيبقى على حساب الذوق، اللي كيبغي الحلاوة بزاف غادي يزيد، واللي كيعجبو الدسير ما يكونش تاني حلو بزاف باش يبقى المذاق ديال الكاكاو وديال شكلات هكا، راه يكتفي بحالي بمعلقه مع مراش ديال السكر سنيده. وهنا عندي جوج معالق كبار ديال الكاكاو مر. دابا ان شاء الله غادي نبداو، غادي نطحن بعد هاد اوريو، غنطحنو بودر وغنتلاقى معكم باش نكملو باقي المراحل ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا البنات، انا طحنت الاوريو، طحنتو حتى لهاد الشكل، وجدت الكاسرون ديالي والفوي اكيد. وبالمناسبه بالنسبه للباكي ديال اوريو ديال 6 القطع البنات، ماشي صغيره، ماشي ديال اللي كدير درهم، ديال 3 دراهم جو كرو واقيلا. المهم الباكي اللي فيه 6 القطع ديال 6 القطع ديال البسكوي. غنبداو على بركه الله بالحليب ديالنا، السطر ديال الحليب. غادي نديرو معاه ديك السنيدة، هنا معلقة مغامراش. غادي نديرو الكاكاو، الكاكاو مر جوج معالق كبار، نذكركم بالمقادير. غنديرو هديك المعلقة كبيرة ديال النشا مزيانة، وغادي نحركم. انا الشخص يتحرك في الحليب وهو بارد. دابا ملي تجانسو لينا العناصر الاولى اللي درنا، غنزيدو هذاك الكميه ديال الاوريو الباكي ديال 6 القطع، نزيدو نحرركم. هاد المشروب راه معروف، كاين اللي كيبغيه بارد كيخليه حتى كيبرد وكيزينو بالكريم شونتيي وهكا، وكاين اللي كيبغيه دافي بحال دابا وقت البرد كيتشرب دافي، ما كيتشربش بارد، واخا هو دسر ولكن كيتشرب يكون دافي شويه. ممكن تزيدو فيه النكهات اللي بغيتو، ممكن تنسموه بالقهوه، ممكن تنسموه بالقرفه، يعني مع الشكلاط راكم عارفين القهوه ولا القرفه راه كيتواجهوا من المذاق ديال الشكلاط، كيجي خفيف وزوين. وكنبدلو شويه لداسه لوليداتنا ولا لينا حنا نيت مره مره،
اكيد الواحد هذا الشيء ما غاديش يديرو دائما، مره مره ياكل ياخذ شي حاجه بحال هكا. فوالا العناصر كامله اندمجت مع الحليب. دابا غنخليكم دابا بما خديت الكاسرول ديالي فوق البوطه ونطلقها ان شاء الله. معكم البنات كيف ما كتشوفوا معايا، انا جبت الكاسرول ديالي فوق من عافيه، عافيه عاديه، كنبقاو نحركو هكا فوق العافيه حتى كيغلى لينا مزيان هذاك الحليب مع داك الخليط اللي درناه فيه، كيتكاتف واحد شويه ماشي بزاف، هذيك المعلقه ديال النشا راه كتخطرو مكيبقاش هكا سائل هكا. ملي غادي يغلى لينا مزيان نواصلو بالتحريك، ملي يغلى لينا مزيان ان شاء الله غادي نحيدو من فوق العافيه وغادي نزيدو هذاك القطع ديال الشكلاط اللي قلت لكم كميه على حساب اللي بغيتو، ملي تستغناو عليها راه ممكن، يعني المكونات راه شحال من حاجه فيها كتبقى اذواق، المهم هو الحليب والنشا والاوريو والكاكاو. السكر بغيتو ديرو ديرو، منساوش ان اوريو راه حلو حتى هو، اللي كيبغي الحلاوه زايده راه غادي يزيد السكر، اللي كيبغيها ماشي قاصحه بزاف بحالي راه يدير بحالي معلقه ما غامراش معلقه كبيره. المهم منوقفوش على التحريك حيتاش راكم عارفين النشا بحالها بحال دايرين كريم باتيسيير، يعني خصنا نبقاو رادين معاها البال قد ما الحليب تيغلى قد ما هي كتقال كتقلو ممكن انه يلصق لينا في القاع ديال الكاسرول. هكا كنبقاو خدامين بالفواد ديالنا. المهم البنات انا غنبقى نكمل هكا التحراك حتى يغلى ليا مزيان الخليط بحال كنوجدو الفلون، غير هو غيتقال شويه على الفلون مع ديك النشا غادي تقلو ماشي بحال الفلون، حتى كيبرد عاد كيتقال وغيتقال شويه من اللون ما غيوليش بحال الفلون ولكن غادي يختال شويه. انا غنكمل هكا التحراك بما وصلت لهذيك الغيزولطا ان شاء الله ونرجع معكم باش نوريها لكم كيفاش ولات ونزيدو اونصومبل هذاك الشوكولات اللي عندنا. خلينا كما كتشوفوا معايا البنات الخليط ديالي حيدته من فوق من العافيه كما قلت لكم، ها نتوما راه كيختار. المهم دابا هو في مازال سخون غادي ناخذوا دوك القطع ديال الشكلاط نزيدوهم عليه وغنبقاو نحركوا حتى يتجانس كلشي. المهم هاكا نبقاو نخلطو كيفما كتشوفو معايا، هانتوما الخليط هو اندمج. كما قلت لكم هذا الهوت شوكليت اولا الدسير ديال الاوريو سواء كيتشرب هكا يعني كيتخدى هكا كدسير اللي هو دافي في وقت البرد، وممكن انكم اللي بغاه زعما كدسير بارد ممكن انكم تزينوا بالكريم شونتي كما قلت اولا تخلوه غير هكا كديروه في الكيسان وكديروه تدخلوه الثلاجه تيبرد. بالنسبه ليا انا دابا البرد وبيتو دافي
يعني ما غاديش نشربو هكا سخون، ولكن غنخليه غير يدفى شويه وغناخدو ان شاء الله. كيف كتشوفوا كنتمنى ان الصوره تكون واضحه ليكم حيتاش مازال سخون. سلام سكين تبكي. المهم بنات انا غنحاول ندفي هكذا واحد شويه ونتلاقى معكم باش نوريكم الدسير في صحن التقديم. كيف ما كتشوفوا البنات ها هو التقديم النهائي ديال الدسير، كيجي بصح زوين وبنين، وكما قلت لكم اللي كيبغي بارد مزيان ماشي هكا دافي راه ممكن تحطوه في الثلاجه حتى كيبرد على خاطرو وكتقدمه بصحه والراحه. كنتمنى ان الدسير ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي الا كنتو اول مره كتزوروها، وما تنساوش تدعموني بدي لايك وبارطاجيو الفيديو مع الناس صحابكم الاصدقاء ديالكم عائلاتكم وكل شيء. وخليت لكم الراحه وفي امان الله، فيديو اخر ان شاء الله.